إذا مشاهدي قناة شفت، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر. بلا شك أنكم عرفتوا شكون معنا، رئيس منصة شباب في منطقة عين سبع اللي كنا حاضرين معهم منذ الوهلة الأولى، يعني عند انطلاق المسابقة. اليوم في الختام ديالها واليوم النهائي، واللي غيتوجوا الفائزين في هذه المسابقة ديال صناع المحتوى بمنطقة عين سبع الحي المحمدي، وأيضا ضافت لها حتى الصخور السوداء. معنا رئيس المنصة. مرحبا بك معنا. شكرا على المواكبه، وكنبغي نشكركم عاوتاني لحقاش نتوما واكبتوا معنا الحدث من نهار بدا. فاليوم نؤكد بانه راه حنايا في الحفل الختامي ديال مسابقه صناعه المحتوى، محتوى بابداع واخلاق، اللي الحمد لله داز فيها واحد الدوره تكوينيه اللي شرف عليها السي زياد الفاضلي، اللي كنبغي نشكره من هذا المنبر. هذه المسابقه هذه اللي كانت بدعم من عند المبادره الوطنيه للتنميه البشريه اللي عملت مقاطعه عين سبع، وبشراكه مع جمعيه ساعه الفرح. فالحمد لله كنلاحظوا بانه الشباب داروا واحد المحتويات اللي هي جد هادفه، اللي شاركوا بها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولقات واحد التفاعل كبير من عند المتصفحين، واللي فاق العدد المشاهده ديالها 250 الف مشاهده. فهذا ما يمكن لنا الا نقولوا بان التجربه كانت ناجحه، والرساله ديالنا انها وصلت، والحمد لله هذا فخر لنا احنا في منطقه عين سبع الحي المحمدي. استاذ، اول منطقه كدير مثل هذه المبادرات هي منطقه عين سبع الحي المحمدي. الحمد لله. اللهم رسالتك للمناطق الاخرى. وانا الرساله ديالي لا، انا بالنسبه لي الرساله غادي تكون عامه، لحقاش حنا كنعرفوا صناعه المحتوى ودابا ولات كتوصل لداخل الاسر المغربيه بطريقه مباشره او بطريقه غير مباشره. فان الرساله اللي غادي نبغي نوصل فيها انه نحاولوا نشجعوا صناعه المحتوى، لحقاش صناعه المحتوى ولات واحد الشيء اللي هو جيد، ولكن نحاولوا نحافظوا عليه بانه يكون واحد المحتوى اللي هو هادف واخلاقي، واللي ما يشكلش واحد الضرر على اللحمه ديال الاسر المغربيه. طبيعي الحب انك كنتي قريب من هذا الشباب باغي يزيد قدام، وي باغي يتعلم. بيان سور، الشباب الحمد لله كاين عندنا الشباب اللي هما عندهم كفاءات، الشباب اللي عندهم طموح كبير، خصهم غير واحد التفاته، خصهم واحد المواكبه، وحنا ما جينا هنا الا باش نواكبوهم ونقول لهم راه حنا الحمد لله راه في جنبكم، والحمد لله جميع الاطر وجميع الوسائل اللي كتوفرها الدوله الحمد لله راه هي على ديسبوزيسيون ديال الشباب، وحنا ما كنمشيو الا في توجه ديال صاحب الجلاله اللي كيشجع على انه الشباب انه خصو تكون عنده واحد المواكبه. شكرا لك. شكرا، بارك الله. مشاهدينا الكرام، هما التتويجات باش غيتوجوا الفائزين في هذه المسابقة. إذن كيف ما كتبعوا معنا مشاهدي الكرام، هادو هما التتويجات باش غيتوجوا الفائزين فهاد المسابقة اللي نظمتها منصة شباب لمنطقة عين سبع الحي المحمدي. يعني كيف ما كتشوفوا معنا دول لي تروفي، هادي كاميرا، ايضا هادي كيحمل الهاتف المحمول باش التصوير، ايضا واحد الجو برو نوع كاميرا صغيرة هيرو 12. يعني كيف ما كتشوفوا معنا ايضا كاين تتويجات لضيوف الشرف لهاد المسابقة هادي، يعني تحت العنوان ديالها بإبداع وأخلاق، أن صناعة المحتوى خاصة بعد الأخلاق ثم الإبداع.